باسكو كنت ذكرت وركزت باللي الفريق تاعنا يتقلع من المقابله السادسه السابعه باسكو التشكيل تاعنا غيرناه، وانا نقول للجمهور تاعنا انتظرونا في المقبل في المستقبل غادي نقولوا الكلمه تاعنا، وصراحه نقول لهم باللي الفريق راه بين ايدي امنه. ودوماج ان كرون دوماج كو البيبليك ما راهش يتفرج فينا باسكو السند الوحيد تاعنا والقوي هو البيبليك. دوماج نقول لهم انا نقول لهم باللي غادي اون فافير تو بور اكسيدي. الحمد لله ماركينا دو بوت اللي مكنونا ناسيوريو لي 3 بوان تاعنا، ما يخفالكش ابري دو ديفات وين زعما الناس تبدا تقول لك يدخل الشك ولا، مي الحمد لله حنا كان عندنا كونفيونس في الجروب ديالنا كسوسوا اداره ولا ستاف تكنيك ولا حنا بيناتنا لي جوار اون سي اونكوراجي خويا، درنا اليد في اليد باش نعاودوا نرفدوا هذا الفريق ونبينوا بلي عندنا ايكيب وبلي لو ديبي دو سيزون المليح اللي درناه ماشي هكذاك برك. المقابله كانت اليوم جيده الحمد لله على هذا الفوز، ونهدو هذا الفوز لجميع انصار صفاء الخميس وكامل الناس اللي هم يتبعونا، وان شاء الله مزيد من الانتصارات ان شاء الله.